سبحان الله يا ابني انت وهو انا مش قايل لك بعد كده تلعب بعيد. معلش والنبي يا عم زكي مش هنلعب هنا تاني. بوظتين العشره حرام عليك. والنبي يا عم زكي انت بالذات انا مش هنب عليك تلعب بعيد. والنبي يا عم زكي طب يعني تلعب بعيد ها الكره اهي امسك اهي يلا بعيد يا ابني. لا حول الله يا رب عيال شياطين. العب يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جليلة؟ الحمد لله. خلي عنه يا بنتي يديك الصحة يا رب. بصي بصي اقف هناك يالا. جليلة امسك الواد ده. الاكل بتاع الناس اوعي الاكل بتاع الناس يا عم زكي. ايه ده؟ القطر عامل كده ليه؟ كان عاجبك ايه البلطجه دي؟ بس يا ابراهيم سيب ماما في حالها، ماما متضايقه دلوقتي. بعدين الاكل حلو يا ماما قوي. يا بنت الرز كله بيقرش كله تراب. انتوا جايبينه بقى ده اللي عندنا. اللي عاجبه الكحل يتكحل واللي مش عاجبه يرحل. انت بتكرشيني من البيت؟ انا اللي هرحل. انا خلاص ما بقتش طايقه حد وما بقتش طايقه نفسي. استني يا ماما بس راحه فين يا ماما؟ اسكتي يا حوريه ومحدش له دعوه بيا. انا خلاص تعبت وزهقت وطقت مش عارفه اعمل ايه عشان اخلي المركب دي تمشي وانتوا حاطين ايديكم في الميه البارده كان كل حاجه ماشيه عادي. قسما بالله العظيم اللي ما هيقف جنبي وجنب نفسه ما هقف جنبه. انا مش مربي تنابله. عجبك كده؟ ما هي واخده الكرسي اهي، يعني نازله تقعد مع الزوك عشان تفك عن نفسها شويه وتلعب لها 10 طاوله. لازمتها ايه الثوره دي بقى؟ ما انت السبب في الكلام اللي زي السم اللي سمعناه ده. يا اخي الاكل واقع منها في الشارع وانت من الصبح عمال تتعوج. بنت انتي اتكلمي كويس، مش هي هتزعلي وانت هتفوقي عليا؟ فوقي يا اخي. اوعى كده. ده ايه ده؟ بيض. يا جدع عيب. لا لا انا ما اعملش كده. لا طب ما مش هتقول لحد. اثبت اثبت بقى خلاص. تقول لأمي. يلا متشكرين يا عم الحاج. تعملوا الأكل للناس وعينيكوا فيا ناس يا جعانين. يرضيكي أفتح الديك ألاقيه بالشكل ده؟ أنا مسلماك الديك سليم. سليم إيه يا أم سليم؟ من بره بس، لكن من جوه من أخرب. أنا أول ما شفته كنت هتشل، افتكرت فار هو اللي قاعد ياكل فيه، لكن أبو عزت وراني غزي السكينة. إله اللي كلوا يطفحوا. إحنا ما عندناش حد يعمل الحاجات دي. بصي يا حبيبتي أنا ما يخصنيش الكلام ده. يا تجيبي لي ديك قده يا تدفعي لي ثمنه، وتوبة من دي النوبة أعمل عندكم حاجة تانية يا ناس يا جعانين. عيب الكلام ده يا أم عزت، ما يصحش. احنا مش اول مره بنتعامل مع بعض. ما هي دي النصيبه انها مش اول مره. بصي يا حبيبتي انا كان ابو عزت هو اللي هيجي ياخد حق الديك بنفسه، لكن انا قلت له ما يصحش، دول ناس غلابه وانا هروح اتكلم معاهم. لو مش كده يا حبيبتي كنت هتلاقي ابو عزت واقف قدامك هنا. فيا ام حماده. فيا يا ست. مفيش حاجه يا طنط. لا في حاجه يا حبيبتي. لو سمحتي اتكلمي بطريقه احسن من كده، وبعدين احنا مدينك الديك سليم. بقول لك يا بنت ما تعصبيش عليا وتقولي لي لو سمحتي ولو ما سمحتيش.
يا اختي عملوا ايه في الديك؟ قعدوا ينخربوا فيه، فاكرني هاكله بحاله من غير ما اقطعه، واللي يعمل كده كمان يبقى عينه في الحاجه والعياذ بالله. ناس جعانه. قال يا ست فلوسك اهي. كام دول يا شملوله؟ 100 جنيه. 100 جنيه؟ تصدقي قلبي كان هيقف من الفرحه. 100 جنيه يا اختي، ده الديك لوحده 260 جنيه. خلاص عندي ساعه اخويا كان جايبها لي تعمل لها 200 جنيه، هروح اجيبها لك. تعالي تعالي. ساعه ايه؟ هعمل بيها ايه الساعه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، ما تشوفين اخوكي كمان ما عندوش سكوتر؟ اقول لك انا هاخد الديك ويعوض عليا ربنا. استاذه منى يا حبيبتي.